جينا من بعيد، جينا من لبنان تنتعرف على سيرتيفايد انجس بيف. شو يعني لوجو منشوفه على اللحمه بس ما بنعرف شو هو؟ شو يعني سيرتيفايد؟ شو يعني انجس؟ وشو يعني بيف؟ نحن باوهايو ورح نتعلم اليوم عن كل التفاصيل تبع هذا اللوجو وشو ورا. كان كتير حلو المحاضرة. عم فكر كل الوقت انه طب كل هول مهمين كتير، كيف بدي صورهم كلهم؟ كيف بدي اخبركم عن الكاتل ستوري، عن البيف كاتس اللي كلنا بنسمع اسامي غريبة عجيبة بس ما بنعرف كل وحدة شو هي وكيف نطلب لحمة؟ مش اعطيني لحمة طازة، اعطيني اي شقفة لحمة. وعم نحكي عن كتيب 15 صفحة، او ليش اللحمة ساعات بتكون هالقد طرية وهالقد لونها حلو وهالقد طعمتها مهمة؟ اوكي، هول كلهم اي هوب كنت قدر صورتهم كلهم سوا، بس انا تعلمت كتير. هلا نكست ستيب والاهم رح نشوف شقفه لحمه ورح نختص بقلبها ونشرحها شوي شوي. رح احس حالي بالجامعه معمله اناتومي للشباب. ليك ملا اكويبمنت اند ايجد ميت. بتعرفوا نحن بالمعتقد تبعنا انه اللحمه الطيبه الطازه هي لازم تذبحها وتاكلها، اللي هو غلط كتير كبير. لحمة لازم تفوت على الفريزر، لحمة لازم تتنشف، لحمة لازم تتعتق، لحمة الطازة بتذبح بتاكل كاوتشوك. فهذا المعتقد القديم اللي عنا اياه بتضيع بدنا نظهر منه. اللحمة لازم تتريح ترجع تتاكل، وهون عم بتريح بين 30 و 45 يوم. حلو انا بنشوف لحمة على الصحن، لحمة شقفة هي شقفة، فرح نشوف كيف هي وكيف رح تصير على الصحن. بس عاد بتشوف شقفة لحمة بتشوف من وين جاي من وين طالع من وين مقصوص. نقص لحمة، نقص لحمة، excited. بس meanwhile جلد الدماغ أساسه جوا مسقع. This is the hind quarter. In case you didn't realize that earlier, our hind quarter is made up of our loin, which is this whole pocket here, our flank, and our round. All right, so you'll see on the board over there, the whole side of beef. We just rolled the chep, the rib, the brisket, and the plate inside. Now we're left with the loin, the flank, and the round. We're gonna cut through this whole piece right here. But before I do that, I need to come peel my tri-tip away part of the way so we don't cut the end of it off. This is the femoral head, right? So you know all the bones, the long bones are ball and socket, like our shoulder and our legs. There's the ball, there's the socket. That's the head of the femur. This is the femur socket or the hip socket. Okay, this is part of the ischium. All of this is part of our hip and pelvis structure. 1, 2, 3, 4, 5 ribs. Kidney pelvic heart fat. In science, we call it perinephric fat, the fat that surrounds the organs. This is my short loin. This is the top of a T-bone. Yeah. This is the top, right? So here's the tenderloin side. There's the New York strip side. If we were to cut this right here and make a short loin, subsequently we make what's called a butt tender. Feel that? Strip.
We gotta take the bones out, the strip, loin, top sirloin butt, bottom sirloin ball tip, bottom sirloin tri-tip, bottom sirloin flap, F-L-A-P, flap. That is the whole loin. And the picanha is right there. تعلمت تعلمت كتير 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 تعلمت. وساعات الواحد بحط ايده باللحمة غير ما يسمع. ساعات بتحطوا ايدكم باللحمة بتشوف قديش بياخد شغل، قديش فيها فات، قديش الماربلينج حلو، قديش طراوتها حلوة، قديش لونها حلو. غير قصة، غير ليفل. ما عم نحكي عن شو ما كان، عم نحكي عن سيرتيفايد انجس بيف. ما شبعت قصص هني وعم بيحكوا بغير اشياء. انا عبالي كفي عبالي كفي اتسلى. ارجع القط السكين مثل ما بلقط. طلع طلع هيك بشرح قروي. خنجة بدك تفكها شوي 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 شوي. شفتوا كيف؟ هلا عم نكفي نبرم على الكامبس بسموه تبع سيرتيفايد انجس بيف. عندهم بنايه 2-3 المكاتب تبعهم هون السنتر انترناشونال سنتر تبع كل سيرتيفايد انجس بيف. اتس ذا براند اند نوت ذا فورمز. يعني عندك اكثر من 22000 فورم تشتغل معهم، وهن البراند الاساسيه يلي ذات سيرتيفايز. لازم يكون في 10 ستاندردز تصير سيرتيفايد انجس بيف. The people behind this mission as we walk through our offices here. So we have about 160 employees now. We continue to grow and expand. 75% of those are here in Worcester, Ohio, USA. But we do have staff members that live around the world, including Japan. We have someone in Hong Kong. We have someone living in Kuwait/Lebanon. We have someone in Japan. So we are just continuing to expand. And Mexico as well. So let's go. This is our test kitchen that became a test kitchen, really a social media studio over the pandemic. We got really creative and really quickly experts in the way that we connect digitally to our partners. You can see that there's actually two test kitchens here. One you can see is more of a commercial look and feel. And then you can see over here is more of the home kitchen if you're talking to your home aficionados or you're talking to professional chefs. We can reach out to both. American branding بأدق التفاصيل. Before and after كيف عملوها ديجيتال ولحق الزمن، كيف شالوا الأبيض لأن ما بقى له معنى، كتبوا كلمة براند حطوا عليها R registered. And then بتشوفوا هون كل تفصيل، بتحس إنه عبالك تنط بقلبها، عبالك تشتري، عبالك تاكل. الضحكة، البسمة. It's a show business definitely and it's a show country. بيعرفوا كيف يعملوا الجو، بيعرفوا كيف يحطوا بسمة على وجه الناس، بيطلع على الستيج بيعرفوا الصوت العالي. I'm impressed by how the Americans market. I'm impressed how the Americans brand. وهيدا بعتقد هذا الكوريدور الصغير بفرج شوي إذا ما تطلع على كل تفصيل هون. How they do it right. It's a green screen, so you can really maximize this space in a really fun way. اهلا وسهلا فيكم. لك الصوت شو حلو. لا بدنا وحده هيك عنا بالمكتب. نخبرهم عن شو عم نعمل. Good morning America. استوديو للحمه. مش بس بيبيعوا لحمه، مش بس بيعملوا لحمه طيبه، بيعرفوا يسوقوا اللحمه.
YouTube channel, 300,000 followers, subscribers. Instagram account, 100,000 followers. And all the action, the editors, videographers, podcast, and so on and so forth. Learning from the best. وهيك لازم احنا كمان نوصل لعنا على بلادنا ونتعلم. It's not about selling a product, it's how you market it. For every company can have investment in marketing. مسمع كتير جبنا CEO, وظفنا 2000 موظف, and then when it comes to marketing, out of budget. Marketing comes first and then all the rest. والجماعة عم يشتغلوا صح. غير قصة. نقي الصحن عندن ياه. نقي الكباية عندن ياها. نقي الفوطة عندن ياها. بتفكروا صوروا بعشر بيوت هو ببيت واحد. بتفكروا صوروا بمية مطبخ هو مطبخ واحد. ايه لا. صار بدنا اوضة زيادة بالبيت. اوعى تفرجوا هالاوضة لنال. بيروح الترتيب لأداء التفاصيل. أنا من برا إذا انتبهتوا مبينة كأنه بارن, يعني بتكتشفوا بتفكروا رح تفوتوا على محل في أحصنة أو في بقرة أو يلي هن. تعمرت البناية أو المبنى تعمر احتراما للبيوت اللي حواليها ما يبين أنه في ويرهاوس أو ديبو أو محل بحط أغراض. And then this is what you see inside. جوا عنا ماركتينج ويرهاوس لكل الأغراض اللي بتروح من هون لكل بلدان العالم. عم نحكي برأيي عن perfection of marketing and perfection of promoting a certain brand اللي متعلم منه كتير. سو ما تطلعوا بالفيديو اليوم وتقولوا لحمة 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 شو جاب لجاب. خلينا نطلع على أداء التفاصيل that makes it a unique brand that promotes meat in general. مبروك مبروك ألف مبروك. You are certified. You are certified for being a very good food expertise. حتى بيطبعوا هون الدفاتر. هذا الدفتر اللي مفكرينه انه بيطبعوه مطبعة. طلعوا من الكواليتي لك لون اللحمة. Very tricky. يقدر يجيب زيت لون اللحمة بفوتوكوبي ماشين بلا ما يروح على مطبعة. And yes, everything is done here. وصلنا على الفارم. اهم شغله ننظف كل الوسخ اللي جايبينه معنا. And we're good to go. اللي وين جبتنا؟ جبتكم على مزرعة one of the ranchers اللي نحن نشتغل معهم the Atterholt family. نحن نشتغل معهم هون و it's one of the farmers and the ranchers اللي they supply لل هايدي فيك تقول مثل seed stock operation. بيعطوا الفيد لوت operation وبعدين بيعطوها للمسالخ. يعني عندك عدة steps. ف you are experiencing right now the proper gate to plate مثل ما بيقولوا. My name is Mandy Atterholt and this is my husband Aaron Atterholt and we are with Atterholt Farms here in Ohio. حياتك مثل الصفوف والله ولا راح ولا اجا مثل صفوف التاتا شوية عادة صفرة بس. Real American food.
real American sweet food. Sweet beans. Meat. Real American food. كيف احنا بالضيعة عنا بيأكلوا أكل الضيعة هون أكل الضيعة تبع أمريكا. The real deal. تاكل وبتنزل بتنكش دغري. واو. بحبها كتير هالمشين. ايه يا قلب عبدالله بحبها كتير. بحبها كتير كتير. بتطلع دايما فيها بقول شو هالعظمة. في معمل معمل ماشي بالحقلة. بشيل كل شيء حبوب. بشيل سوي بينز. بشيل قمح. بشيل كورن. بشيل كل شيء. هاي المكنة هي زيتها. حقها مليون دولار تقريبا. بلس اور ماينس. And John Deere is one of the most famous creator of harvest machines. بدي اطلع اطفق. سو 10 ساعات بالنهار سرعة 5. قاعد هيك 10 hours a day for the whole season. بيرجع مش هيك بعيشوا 105 سنين مينيموم. وبتنط هيك. طلعي طلعي. هيك الأجواء عن جد. تخيلوا عن جد الفارمرز قد ايه فول سيت اب هون. كمبيوتر صار له هيدي الماشين 22 سنة بعدها مش مخدوشة مثل كأنه بويتها معمولة هلا. Life at the farm, my retirement plan. هيدي seed stock operation معناته هون it is مثل ما بيقولوا pure breed black Angus cattle قبل ما يروح على الفيد لوت. ومن الفيد لوت بعدين بيروح على المسلخ. مثل ما شايفين هون هيدول كلهم بقر انجس بلاك انجس بلاك هايدد انيمالز كمان. وهيدا ون اوف ذا رانشر الرانشز اللي مشتغل معهم للسيرتيفايد انجس بيف في ال 40 يير انيفرساري. عملنا بينت لللوجو. هاي هلو ليديز. او يو لوك سو نايس. I'm a good person. It is the start of our growing season here. It's greening up. It's dandelion season, those darn yellow flowers. But it's not summer yet. So right now we still have all the cows here. We haven't been able to spread things out on our summer pastures, which makes it, you know, a little more foot traffic and a little more mud. For us, it's kind of a legacy. You know, our kids, we have three kids, Claire, Natalie, and Tyler, and they are the fifth generation, you know, to be involved. So Aaron farms with his brother Mike. They live just a few miles up the road, and that farm was also in the family for multiple generations back, and they have two daughters as well. So, you know, for us, it's not a glamorous lifestyle. We don't get rich doing this by any means. It's just, you know, it's what we love to do, and it's how we like to raise our kids. So it's that, you know, that passion and that legacy really that means more to us than the dollars coming in. We have calves that were born here just in the last week. So if you look back in here, see the little baby calf in the middle of that hay feeder? That's pretty young one, right? Or the one standing right beside it. Those calves are only about a week old, okay? So if we keep a heifer calf, which is a girl, and we retain her in our herd, she's not gonna have her first baby until she's 2 years old. So we have to invest into that heifer calf for 2 years before she even has a calf for us to sell. But then that calf, we won't sell it until it's probably at least a year old. So that's 3 years down the road until that heifer calf has given us any sort of profit.
So we typically think, what do we say, 2 to 3 calves that an animal has to have, and we have the opportunity to sell for that heifer to pay for herself. So by the time that little calf that's just a week old has, let's say, 3 calves, she's going to be 5 years old until we start to see profit from her. Just to put it in perspective a little bit. سكونكرز بتعرفي شفنا هلا شفنا هونيك لانيتا هلا مش بنشوف كورة كبار حرزانين لايك نايس بيج بوز هيز اونلي 1 يير اولد بس عمره سنة عامل اليوم سيشوار هير دريسنج ويل شيفد يا يا كثير حلوين كثير كثير حلوين حتى هيداك طلع وقفته قديش حلوة مش عم بقول انه الكورة احلى من الانيتا ذا ستاند ذا بوينت بس انه they feel good so I'm just saying that male look better than the female. Yeah, well, and these ones are fed differently. These ones are show animals. These ones are kind of the hobby for the kids. And so they do, they look a little different. Certified Angus beef, it needs to be an Angus 100% black, not even a little tiny dot of white. Well, they can have white, but not above. So this is his shoulder. Yeah. So nothing back here. And this is his flank right here. Okay. Nothing above the flank can be so white. So that little dot. So this little dot, it makes him not brand eligible. That's wow. It, right here. If he had the white face, he would still be eligible. Even the white on his belly, he'd probably be okay. But because of this little bit of white here, he would not be eligible. That one there is eligible. Yep. Yeah. Certified. بيشبهها براوني فرق. He looks like my dog, probably 500 kilos more.